احنا لما بيكون هذه المنتديات وهذه المؤتمرات بنخرج بتوصيات وبنخرج بقرارات، يعني بيكون في قرارات، وهو من ضمن القرارات في ايضا استفاده سواء للدول الافريقيه، بنتكلم على علاج مليون حاله علاج فيروس سي، وعندنا 5 مليون كمان مقيمين في مصر اللي هم طبعا الدول اللي حصل فيها مشاكل موجودين عندنا، دول هيتم علاجهم ايضا والتوقيع الكشف الطبي عليهم ضمن مبادره 100 مليون صحه. رئيس كمان انه يتم التنسيق مع القمه في القمه العربيه الافريقيه القادمه اللي هي التوصيات واعداد ورقه عمل مع المفوضيه الافريقيه لانشاء سوق عربيه افريقيه مشتركه، انشاء اليه عربيه افريقيه لمكافحه الارهاب وتحقيق الاستقرار في الدول العربيه والافريقيه، وتنظيف المنصات الاعلاميه ومواقع التواصل الاجتماعي من محاوله يعني زرع كده بنقول الوقيعه او الفتن والطائفيه، ويعني انه لابد من احترام الآخر وإعادة تجديد الخطاب الإنساني ليشتمل على معاني الاستقرار والتنمية وإعلاء قيم الحضارة الإنسانية. والرئيس أيضا بيكلف وزارة التعليم العالي لتأسيس المجلس التعاون بين الجامعات العربية والإفريقية مع الجامعات المصرية ومجلس الوزراء ومع التعليم العالي أيضا فتح باب المشاركة للباحثين العرب والأفارقة للاستفادة من بنك المعرفة المصري، كلها قرارات وتوصيات بتصدر عن هذا الملتقى اللي اختتم أعماله قبل قليل. مرة تانية تحية لهذا الرجل اللي بيتحمل الكثير واللي بيشتغل عشان هذا الوطن العظيم، وكل التحية للرئيس، كل التحية لكل واحد بيشتغل عشان بلدنا العظيمة. خلينا وبنسبة قبل ما نخرج من هذا المؤتمر وهذا الملتقى، امبارح عايز اقول لكم وانا بتكلم على اسوان، امبارح رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي والدكتور خالد العناني وزير الاثار والوزير رانيا المشاط كانوا بيتجولوا في شوارع اسوان، بعد ما خلص امبارح الجلسه المسائيه امبارح والافتتاح نزلوا بالليل اتمشوا في الشوارع. عملوا ايه رئيس الوزراء؟ راحوا عند اتمشوا الاول قدام حضراتكم واللواء عطا عبد الفتاح امين عام مجلس وزراء ايضا معاهم اهو، ادي السور في شوارع اسوان، السور دي في السوق القديم في اسوان، السوق القديم. راحوا فين بقى اتمشوا؟ في محلات عصير قصب، والسوق ده احنا عملنا منه حلقه في 2015، حلقه في 2015 يعني كان في الوقت ده الناس يعني مش عايز اقول لكم كانوا بيشتكوا ايه. وهما بيتمشوا رئيس الوزراء طبعا الكاجوال بقى ويعني يعيش بقى ايه بدل الرسميات. وانا النهارده يعني عرفت عايز اقول لكم رئيس الوزراء نزل ما خدش معاه عربيات ولا موكب ولا الكلام ده خالص. قالوا ان احنا هننزل نتمشى وسط الناس ونقعد مع الناس ونقعد ونتمشى ونسمع ناس، وسمع الناس فعلا. يعني كنت بتكلم النهارده مع زميلنا هاني يونس ويعني مستشار الاعلام لرئيس الوزراء وقال لي وقف مع الناس وسمع وبدا يسمع الناس، قالوا له طبعا يعني بنشكروه على هذا المنتدى وبيشكروا الرئيس وبيشكروا كمان الضيوف اللي موجودين، وطبعا اتكلموا طلبوا من رئيس الوزراء دولة رئيس الوزراء اهتموا اكتر بالصعيد واهتموا باسوان، وقال لهم احنا عاملين دلوقتي لجان خاصه بالصعيد وعاملين شغل خاص بالصعيد، وهو لما يبقى في منتدى كبير منتدى عالمي بنعمله عملناه في اسوان طبعا اتكلم، وده مهم قوي. المسؤول كمان بعيد عن المكاتب انه جولات المسؤولين خاصه رئيس الوزراء انه يبقى موجود مع الناس ويسمع الناس، زميلنا هاني يونس كمان مع رئيس الوزراء والوزراء اللي موجودين وزيره رانيا المشاط. بعد كده راحوا فين؟ اللقطة اللي جاية لقطة ظريفة جدا عجبتني. راحوا في المكان ده طبعا أسواق سوق وأسواق واللي عايز يشتري بقى حاجات وكده، فرئيس الوزراء تخلى عن والوزراء تخلوا عن زي ما بقول لكم الرسميات. الطبيعة بقى نرجع لطبيعتنا ولحالتنا، ومواطن بلاش رئيس وزراء وبلاش مسؤول، أنا كمواطن دلوقتي في شوارع أسوان. وقرر رئيس الوزراء إنه يتعامل بجد، ودي بتبقى حاجة لطيفة جدا عايز اقول لكم، بتبقى يعني انا لما شفت الصور انبسطت. طبعا بيبقى فيه قيود امنية ولكن كده رئيس الوزراء قال لهم ارجوكم انا عايز اعيش حياتي الطبيعية مع الوزراء، يلا بينا يلا بينا، مش عايزين بقى فلق زي ما انتم شايفين كده، تبقى حاجة لطيفة جدا مسؤول يبقى كده. راحوا وقفوا فين؟ الصورة اللي جاية. وقفوا فين؟ هوريكم الصورة اللي جاية.
هنا هو، ايوه، محل عصير قصب. اجمل صوره. اه والله، واقفين وادي صاحب العصير، محل عصير القصب، وطبعا برتقان، ولكن هم طبعا اسوان تشرب عصير قصب، والصعيد تشرب عصير القصب. ما يفوتكش اللحظه دي. تشرب عصير القصب قدامك اهو، وطبعا واقف رئيس الوزراء والدكتور خالد العناني واقفين طبعا، وطبعا ياخدوا عصير القصب. طيب عملوا ايه اهو، واللقطه يشربوا عصير القصب وهم واقفين وادي القصب وراهم اهو، بسم الله ما شاء الله. زي ما بقول لكم، وهاني طبعا قاعد يصور وقاعد يبعت هاني يونس والوزيره مع رئيس الوزراء وهم بيشربوا عصير القصب في اسوان، في الجوله اللي كانت في شوارع اسوان مساء امبارح. وكملوا، طيب وقفوا على كده، لا ده احنا هناخد عصير القصب كمان، بدل الواحده ناخد كمان واحنا ماشيين. ادينا يا سيدي هنشتري، وانا بقول لكم اهو، واشتروا وخدوا ومشوا وكل الناس معاهم، ونتمشى كمان ونشرب. بلاش الحاجات ده، بقول لكم بتبقى لطيفه جدا، لدرجه ان الناس بداوا يمشوا وراهم، الشارع اتملى من السياحه اللي موجوده والمصريين الموجودين والشباب اللي موجودين، واهل اسوان كمان بداوا يمشوا وراهم. وزي ما انتوا حضراتكم شايفين كده، الشارع ده اتملى، السوق القديم اتملى. اللي ما راحش اسوان ده، المكان السوق ده يعني زي ما بنقول كده، وربنا يكرم البلد، ربنا يكرم البلد. مش عايزين نتكلم كتير، ولكن دايما اقول ربنا يكرم البلد. كانوا صعبانين عليا اهل اسوان يوم ما رحت وعملت حلقه من هناك 2015، كانوا بيبكوا والله كانوا بيبكوا، لانه المحلات دي كانت مقفوله، وقعدت مقفوله من 2011، والناس دي ما عندهاش حاجه الا السياحه، يعني ما عندهمش مصدر، لا عندهم اراضي او مساحات قليله جدا، والناس كلها اتعودت اشتغلت في هذا المجال، زيهم زي الاقصر، زي شرم الشيخ اللي تحتاج ايضا نظره كبيره. شرم الشيخ، وانا بقول نظره كبيره، يمكن الناس تستغرب، شرم الشيخ تحتاج نظره النهارده، تقدر النهارده تتكلم عن شرم الشيخ وتقول ايوه يا جماعه نسبه الاشغال مش هو المتوقع لشرم الشيخ. ليه بقول كده؟ لانه كان شرم الشيخ بيروحها الروس والانجليز، للروس والانجليز النهارده بيروحوا شرم الشيخ، وبقت السياحه اللي موجوده النهارده. خلي معايا اسوان، انا معلش عايز اتكلم على الصوره يوسف احسن افضل، خليني وانا بتكلم بالظبط كده. ف وانا بتكلم زي ما بقول لحضراتكم، بتكلم عن اسوان، بتكلم عن اماكن السياحه. فبقت شرم الشيخ محتاجه النهارده نظره اخرى لسائح جديد، سائح اخر يروح. الموجودين النهارده اوكرانيا او دول اخرى، مش زي الروس لما كان ما عندهمش الا شرم الشيخ، الانجليز ما عندهمش الا شرم الشيخ. طيب النهارده بقت السياحه ربنا يكرم ويزيد في مرسى علم والغردقه والمانيا وغيرها وغيرها وغيرها، بيروحوا يحبوا الاماكن دي، ما بيحبوش شرم الشيخ. فشرم الشيخ النهارده محتاجه نظره كبيره تاني، نظرة كبيرة عشان تعود تبقى سياحة أخرى. مش هفضل أنا منتظر الإنجليز يجي ما يجيش، أهلا اللي يجي أهلا وسهلا، ما يجيش مش مهم، مش هنموت يعني. الروس أهلا وسهلا يجوا مرحب بيهم يعني. فأنا بقول لكم لا دول بيجوا ولا دول بيجوا. طيب نسيب شرم الشيخ والأماكن. شرم الشيخ يا جماعة اتقفل فيها بعد 2011 أكتر من 120 فندق اتقفلوا، واللي اشتغلوا كان بيشتغلوا زي ما بنقول كده من لحم الحي يعني، ما كانش في سياحة كبيرة. تبدأ ترجع واحدة واحدة شوية شوية في المواسم. لازم يبقى عندنا كمان نظام زي ما كده في دبي، كل شهر لازم يبقى عندك حدث، زي ما احنا بنعمل في مصر دلوقتي، يبقى عندي حدث كبير. مؤتمرات اللي بيعملها الرئيس، المؤتمرات اللي بيعملها الرئيس هي اللي بتشيل شرم الشيخ شوية، محتاجين نعمل اكتر، يبقى في شغل اخر لشرم الشيخ. ايه هو يعني؟ الجهات المختصين في قطاع السياحه هم اللي يتكلموا، هم اللي يقولوا، بس انا بقول من تلقاء نفسي ان انا محتاج في شرم الشيخ كل شهر يبقى عندي حدث، عندي حفله كبيره بنجم عالمي بيجوا له نجوم كبار، عنده ناس بتجي له من العالم كله. في دبي لسه عاملين حفله من قد ايه، رايح يعني مش عايز اقول لكم الحجوزات كان شكلها ايه، والمكان اللي هو عامل فيه فيه كام عشرة الالاف يعني. ليه انا ما اعملش ده؟ وناس طبعا بيحبوا يشوفوا النجوم العالم موجودين عندنا، ونقدر احنا نعمل ده، وعندنا الاماكن في شرم الشيخ نقدر نعمل ده. فارجوكوا نظره اخرى لشرم الشيخ، زي ما انا بتكلم على اسوان، كنت بتكلم على اسوان في 15، بتكلم على اسوان مختلفه النهارده، بتكلم على الاقصر في 15، نظره اخرى النهارده، ولكن داري على شمعتك.